وموضوع المساعده وموضوع اي حاجه تانية انا ابنك تحت امرك جاهز جاهز دلوقتي. ها ايه تاني؟ بدل من اللي ده بتاعنا مش عايز منك حاجه. والله انا موجود اهو. هي بص يا حاج انت بقى دلوقتي تبيني طلب دلوقتي والنبي انا ابنك ده ابنك ده يا حبيبي لحد ساكنه فين؟ تليفونك رقم تليفونك كام؟ هو ابنك حبيبي اسمك ورقم تليفونك كام؟ بص هنعمل كل حاجه ماشي بص مساعده ماشي شوف بس تليفونه كام وانا حبزوه حاضر يا حاج يا سيدي هياخد رقم تليفون ابنك ويكلمه معايا انا بقى سيب التليفون خليك معايا هنطلع لك حاجه كل شهر هنديك حاجات تمويليه دلوقتي حاجات كده عشان تتقوتي تجيبي لحمه ده رقم العيال اللي هتاكل اكلك انا عايز هتاكل اكلك ياما اسمعي كلام ماشي وانت تركزي كم التليفون ربنا ينصره على وقت ركزي في الموضوع